راك تشوف كل كاع متزوجين بولادهم المصير تاعنا البر. والعام العام بارك الله فيه وجمعنا ما كان حتى وعود، قالنا نوعدكم بلغوا للسلطات المعنيه الوزاره. نحن عمال شركه تقنيه الري نطالب من السلطات العليا هنا او المحليه وعلى سيدهم رئيس الوالي نطلب باسترجاع المشروع، او لو مشروع كيف الدخان وكيف الدخان راه مخدوم ومريقل لاباس عليه، وإحنا كنا نخدمه في رأس الغابة هنا الفوق وما عدنا حتى إشكالية. نطلب إن شاء الله من السلطات العليا في البلاد أنه يشوفوا المصير هاد العمال اللي راهم بسبب ما متوقفين بسبب توقيف المشروع، وإن شاء الله نلقوا فيها نتيجة إن شاء الله، ويشوفوا لهاد العمال إن شاء الله راهم 105 عامل راهم في المجهول راهم حابسين في هاد الساعة. هنايا راه استقبلنا أمين العام بارك الله فيه، طرحنا له الاشتغالة تاعنا والذي يتمثل في رد الاعتبار الشركة ورد الاعتبار العمال. العمال هذا مساكيك اللي خدام خمسة لستة وكراية. نحن مؤسسة تقنية الري بولاية غردايا نطلب برد المشروع.